يوسف، والحقيقة هو قليل جدا لما الأبناء بيجوا للآباء، ده وفاء من يوسف. أنت قول لنا على الشعر ده وبيعمل إيه معاكم؟ بيعمل حاجات كتير والله، يعني ليه تأثير كبير جدا عليا، يعني أنا من زمان دلوقتي بروح مع بابا وبحضر الندوات جدا. ودي حاجات كتابات ولا لأ؟ ليه أنا؟ لأ، مش هنقدر نقول إن هو شعر بمعنى شعر، ممكن الأستاذ سيد عارف حاجة زي كده برضه، يعني ممكن يقول إن أنا إيه دي نفسي، يعني حاجات صغيرة حاجات من أحفظ يعني. أحفظ تقول إن الكلام من عارف يعني ايه؟ يعني لو حفظت كتير هتقول هيصبح خير على وزن عنك. تحفظ شعر الشعر. لو حفظت كتير هتقول عنك هتقول شعر. تحفظ. هما كانوا دايما كده لما كنا اساتذتهم ما كانوش يضربونا على فكره. ما كانوش عاملونا بعنف. كان لما يجي يضرب لنا يحطنا على الديسك كده قدامنا ما ضربناش ابدا. لان الضرب جريمه. كبرى تعطل القدرات وتبهدل الدنيا وتقتل الحاضر وتقتل المستقبل. واللي عايز يتاكد من كده يكتب من كان مرباه بالعسف، من كان مرباه بالعسف على جوجل هيطلع له النص كنا بندرسه. يقول ان الضرب المتعلم ياتي بمصائب شديده. فمؤكد ان كتير من المبدعين كان ممكن يكونوا اكثر بكتير لو ما انضربوش. فكان يروح ضارب لنا كده على مثلا يقول لنا احفظ تقل ان الكلام من الكلام، احفظ تقل. لو حفظت هتكون كويس، هيبقى عندك رصيد عشان الكلام كله منتشر. يقول لك انا ما بقدرش احفظ ده الحفظ ده اقل القدرات العقليه. في بعد كده التحليل والتركيب والابداع وفي الاخر خالص النقد والموازنه. فالحفظ اقل مرحله، لكن هو في الصغر مهم جدا ان الواحد يحفظ عشان يشكل لنفسه معجم لغوي يستطيع من خلاله ان هو احفظ. انا عايز تعمل احفظ شعر. طب ما تحفظش شعر بابا. بابا بيفكر بجنوبي ويترجم عربي. انت بقى لو عايز تقول شعر عربي لازم تحفظ شعر عربي منظوم مخفى وانت تقول بالوزن. بس هندبسه وهندبس عمان اللي هرب من ايه؟ فاحنا قدامنا حوالي 10 دقايق بس هنستفيد من 3 دقايق يوم اللي هو مشكورا مشكورا يعني. حفظها لنفسك او لبابا؟ في اليوم بتاع ميلادي فاجئني، وهو طبعا ليه مجموعه من الخواطر اللي هو بيحاول ان هو يكتبها. فمش هتكلم، وهسيبه هو يطلع اللي هو كاتبه. ولو الاستاذ عماد كمان ما حبش يقول اللي هو كاتبه هطلعه الداتا من عندي. فبخلاني الفرصه وبعمل نوع من انواع التدريس يعني. بس مش عايز كده، مش عارف بس ورطته معايا. الناس كلها مش يعني احنا يعني الاب الشخص الوحيد في الدنيا اللي يحب ابنه من الاحسن منه. صح صحيح. لان دايما الاب من الحاجات اللي عشان كده رضا الاب رضا الرب رضا الاب رضا الرب رضا الاب لان الاب مهم في حياتنا كلنا انا كنت قاعد ما بين نفسي كده وحاجه من اهلين برضه. فقلت انا ما بين نفسي كده بما ان الولاد كان قرب يعني شويه كده، فقلت يعني اخد فكره صغيره كده ما بين يعني التوين اللي هو كان بيعملها واحاول انا اجمع بين الشعر وما بين التوين. ايوه سنه كده بدات الحكايه من زمان، كنت شايلها بس لقدام، عبارة عن قصة طويلة بس ده كان كنز ولازم يتشال لأنه بالنسبة لي غالي. هبدأ الكلام بالأمل علشان باركة أمل. قصة وخدت وقتها مش هتكلم عليها كلها لأنها كانت جزء واتباع وبعدها اتعمل أوجاع علشان ده كان شيء مؤثر فخلت الحزين يتبسم. لو المشاريع ليها علاقة بالفحر هتبقى عصفة على أمواج البحر
دي رحلة توديك وتجيبك وتسمعها لحد حبيبك، ومش هقدر اروح مكان تاني علشان نوبي بسمتي عنواني. ده المفروض يا أسماء أعمال الأولاني، أسماء أعمال الأب اللي شافها راح وقال شايفين الحياة لازم أكون موجود فيها، جزيرة فيها صالة وأوضة، يبقى نقعد ونقول خلاص طوبة، هنزل النيل وامسح راسي ووشي علشان النوبة حبي وعشقي، بعد كده هرجع على بيتي واقول لهم انه من كتر الشوق انا مش قادر افوق، ابويا الظهر والسند اللي كان الحكاية طبعا هو قال على فكره، هو قال اسماء الاعمال بتاعت البترول استاذ كمال، هو بدا قال الامل وكان الديوان بتاعي بارقه امل، ده كان اول الاعمال، وبعد كده اتكلم قال اوجاع، فالديوان الثاني بالفعل كان ديوان اسمه اوجاع. الديوان الثالث اللي كان ليا شرف ان يكون برضك المقدمه بمعرفه حضرتك كانت عزف على امواج البحر، وبعد كده هو دخل على نوبي بسمتي عنواني، وبعد كده اتكلم على شايفين الحياه، وبعدين اتكلم على خلاص توبه، وبعدين اتكلم على نوبي بسمتي النوبه حبي وعشقي، وبعدين اتكلم على من كتر الشوق. يعني بالفعل كل المجموعه دي اللي هو ضمها كانت تعتبر 8، وكان لسه التاسع يعتبر ما استلمناهوش، فبالتالي كان هو يعتبر يا ترى يا بكره. فيا ترى يا بكره هو برضه استكمالا قبل ما نخش على مجموعه الاعمال الكامله اللي، فطبعا انا بشكر اللي هو اولا كتب الموضوع ده استلم بيه قعدته مع نفسه وحب ان هو يتكلم، فانا اديتك الفرصه، وطبعا انت شفت تاثير الكلمتين اللي انت قلتهم لي وانا اتفاجأت بيهم، فما بالك دلوقتي بشعور الناس اللي موجوده وهي بتحييك، زي ما المستشار صالح بيقول لك لما هتحفظ، والغير بقى انا بسيبك مني، انا لو هتحفظ هتقدر توصل وتحقق الغايه اللي انا كمان بحاول ازرعها هو منك، والنتيجه بتاعتها باينه في المواد. احسنت احسنت.